ابو سريع، عايزك تبلغ الراوي سكينه وبشفه وبدوها ان بابا وماما عملوا عصابه. معلش يا حسين، انت بقى يا حسين راجع دماغنا بيك. ايوه ايه ايه
ايه؟ انت ليك شغل في حاجة؟ إيه؟ لا ماليش اي إيه؟ تحت امرك. عايز تعمل شعرك؟ اعمله انا اعمله. الله يخليك يا حبيبي. اتفضل يا سيدي اهو، ادي بعمل معاك واجب اهو عشان ما تقولش اني مقصر في حاجه. بس ده كتير قوي علينا يا لالا. لا يا راجل مش كتير بالنسبه للي هتعمله معايا. انا مش هعمل معاك انت اي حاجه. لا ازاي بقى، مش متفقين؟ متفقين على ايه؟ يلا. ما انا هيلا. لا انا اللي عايزه يلا. وانت يلتك ايه؟ انا يلتي كده. احنا مش متفقين هننظم دفعات واشحن لك الموبايل على طول وكده؟ طب ما ننظم النهارده. هو حبكه النهارده؟ اه، ما هو بعد النهارده ما يتفتنش تنظيم. رايك ايه؟ خلاص يا حسين ادي له اي حاجه. اجي يا حبيبي، دي اوانتر ومنزاد احنا اللي بنعملها. ولا دي هي طلعت معاك دي؟ في اكبر؟ لا ده هي دي اكبر حاجه. خلاص ربنا يديك على قد عطيتك. هيديني ان شاء الله. يلا اتكل انت على الله. يلا انت. لا ما احنا هنيلا احنا بقى، خلاص انت يلا. انت قلت يلا؟ يوه. لا انت ما عندكش اي فكره عن ليله الدخله؟ لا خالص، انا مش متجوز. بيبقوا لوحديهم يا راجل. تخيل. امال عظيم. لا حاجه، بس بقول لكم ايه، خدوا بالكم من السنتر. لا ده في عينينا. انتوا ولاد السنتر. ايوه احنا ولاده. طيب اوكي. ابي بيرس.
اديك الله بقى. الف الف مبروك يا استاذ محمد. تعالي يا حبيبتي. يا حسين يا فهمي. نجلاء يا فتحي. فتحي ايه؟ ده انا خلاص بقيت نجلاء حسين فهمي. سكر سكر. مش عايزه افتكر انا عايش معك على لوم الجاز. بلاش كلام سيما والغاز، ده احنا عندنا احلى جهاز. عايزه احلى لوم الجاز، انا عايش معك على لوم الجاز. حسين. ليه؟ انا مكسوفه يا حسين، ما تنده له. انده لمين انت عبيطه؟ بلاش ما تندهلوش. ايا كان اللي حصل النهارده فده اسعد يوم في حياتي يا حياتي. رغم كل اللي حصل النهارده فده احلى يوم في حياتي يا حياتي. نجلاء انت قمر. حسين انا عمري ما شفتك بالجمال والحلاوه دي. مصدقك مصدقك يا حبيبتي. اخيرا وليس باخر. انت بتكتب جواب يا حسين؟ احنا لسه هنكتب. ما تستنى لما ناخد دوش الاول. تاخد دوش؟ يلا بقى. هوبا يا سمسمه انا خارج. عاوز حاجه؟ انت رايح فين؟ رايح بقى اتفرج على عربيه تحفه عاوز اجيبها. عربيه ايه يا اخويا؟ ده انت عندك ولا 100 عربيه في السنتر. وفيها ايه؟ اجيب عربيه تانيه. عربيه عجباني لازم اركبها. النهارده الجمعه، تقعد معانا وتقضي اليوم معانا. قلت لك لازم اروح اشوفها يعني واقابلها. لازم اشوف العربيه لان العربيه دي عجباني جدا من زمان ولازم اخرج ولا يلا كده يا سمسمة بتعبوا ولادك عليا. ماشي ماشي يا صاحب ماشي يا ديب. انا موريتكم بقى بشرة. مش قلت لك هتقعد يعني هتقعد. قميص جايبه من اسبانيا يتبهدل البهدله دي. هتجيب لنفسك عربيه تجيب لي عربيه زيها. ليه؟ ما انت لسه جايبه عربيه من شهرين بس. يا حبيبي مش عارفه مالها ايه اللي حصل لها. شهرين ده اللي من شهرين. العفشه يا اخويا اتفككت وباظت. دي عربيه مضروبه. سبحان الله انت ما بيعيش لكيش عفشه. ماليش دعوه اتصرف بقى وهات لي عربيه تكون عفشتها حلوه. خلاص انا هتفق لك على دبابه وتبقي تركني في الصحراوي عشان ما فيش ركنه في الشوارع. ولا اشوف لك عربيه دفع رباعي 30 عفشه ببعض. ربنا يستر. بقول لك ايه؟ ابعتي هات السشوار عشان اوضب القصه دي اللي اتبهدلت النهارده. ماشي اوكي. وبالمره بقى قلبي سواجي معاك نشوف العربيه. يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه 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 خوخه. مشيتي حفله وخدتي زكام وربت راسك مفتوخ دوخه 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 دوخه. وطلعت هنا هقه ونزلت هنا هقه. اطلعت هنا هقه ونزلت هنا هقه. ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ ايه الدلع ده؟ يعني اللزوم الصباحيه يا عريس. صباحيه مباركه. صباحيه مباركه يا عروسه. ياه يا حسين انا حاسه ان انا ايه متدشدشه ومتفشفشه. ده انا اللي متدشدش ومتفشفش كمان. عارفه ليه؟ طبعا عارفه ليه. انت عارف ليه؟ طبعا من وقعة الطين بتاعت امبارح. وقعة الطين؟ امال انت فكرك ايه؟ لا ولا حاجه. انا قلت كده برضو. كان يوم جميل يا جميل. انت جميل. طب يلا كلك لقمه عبال ما احط شويه كريمات. بس حاسب اوعى توقع حاجه على الروب يا حسين. الحاجات دي لازم ترجع سليمه لمكانها. طمني. عارف دي يوز والتيكت اهو كمان. مش معاك على لون
نوجا. معلش يا حبيبتي، يعني لو سمحتي بلاش تحفي من الكريم شويه من على الوش كده عشان ما يبانش ان احنا يعني خدنا منه حاجه. ما تقلقش يا حبيبي، انا عامله حسابي كويس. لا، ما واضح انك عامله حسابك، نقلت قسم مستحضرات التجميل كله هنا. طب امال انا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشانك يعني. فكرتيني، اروح اجيب شويه برفانات ليا برضو. خلاص اخلص فطار ونروح سوا. ما يتقليش هنلحق. حسين. نوجا. سونا. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه المايه الجميله دي؟ عجور، هو نجلاء وحسين ما جوش امبارح هدوا العيال الدرس ليه؟ غريبه، ده ما جوش السنتر كمان. لا بقول لك ايه، العيال على وش امتحانات وما ينفعش غياب ابدا في اليومين دول. حاضر يا حبيبتي، هقول لهم. بس بصراحه يا اخويا من ساعه ما جم ومستواهم في الطالع، عيال بقت زي الفل. بليز يا سمسمه ما تزعقيش، يحصل طوفان في البسين. كفايه اللي انت عاملاه ده من الصبح وانا ساكت. ايه ده؟ هتفضلي تاكلي لوحدك كده وانا مش موجود ولا ايه يا جميل؟ ما تجيبي حاجه يا سمسمة. عايز ايه اجيب لك ايه؟ تاخد برتقال؟ هاتي برتقال. خد. ديب. انت هتدي العيال والنبي فيك الخير، خد. خد. دي بقى ليك انت. ما تدوريلي على بطيخه عندك كده لسه ما طرحش. مش عايزه تلاجه وبوتاجاز، انا عايش معك على لمبه جاز. بلاش كلام سيمه والغاز، ده احنا عندنا احلى جهاز. ايه اللي شغلك؟ في حاجه لقيتك صح؟ انا خايفه يا حسين اهلنا يشكوا فينا وما يصدقوش الكذبه بتاعتنا. يعني انت عايزاهم يصدقوا انك انت في اسكندريه وانا في دمياط؟ اكيد. بسيطه. ازاي؟ دي اول حاجه عملت حسابها. ثانيه واحده. انت هتعمل ايه؟ جبت لك اسكندريه لحد عندك. ايه ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. بقى كده يا عاشور، انا طلطعني كل الوقت ده؟ ماشي والله لوريك. الو. ايوه يا عاشور، انت فين؟ ينفع اللي انت بتعمله ده؟ انا بقالي اكتر من ساعه مستنياك. يعني ايه؟ يعني مش جاي؟ مش هتعرف تتصرف ازاي؟ خلاص براحتك. يا ابن الايه يا حسين، دي فكره جامده جدا. الحق اتقال، هي فكرتي بس تنفيذ لالا. فكره الفيديو كول دي هتخلي اهلنا يطمنوا تماما. يلا كده جاهز على الاتصال، اقعدي بقى اتصلي بابوكي. يلا يلا بسرعه. لا لا تعالي كده شويه عشان البحر يبقى وراكي. يلا اتصلي. الموبايل ده حلو قوي يا حسين، نبقى نستخدمه طول ما احنا هنا. ده بقى بتاعي خلاص. طب يلا يلا كلميه. يلا جميل. انا دي نوجة حبيبة قلبي، انت ما ترد عليها بسرعة. يلا. الو الو، ازيك يا بابا؟ انا بكلمك بالفيديو كول. بص على الشاشة. يا روح قلبي يا روح قلبي. ازيك يا بنتي؟ وحشتيني وحشتيني قوي 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 يا نوجة. ازيك يا ماما؟ وحشاني. انتوا سامعيني كويس؟ اصل انا واقفه على الكورنيش بشم شويه هوا. ايوه انا شايف الهوا عندكم شديد يا بنت، ده بطير شعرك اهو. بس منظر البحر يجنن. خلاص نبقى نيجي نصيف يومين عندكم في اسكندرية. أيوة. تيجي؟ تيجي فين يا بابا؟ احنا كلنا هنا بنات. طب يلا بقى، انا لازم اروح عشان بينادولي.
ايوه جايه جايه. سلام. مع السلامه يا روح قلب ماما. مع الف سلامه. شفتي وحشتني قوي. يعني ما وحشتنيش انا؟ وحشتني قوي البنت. وانا بكلمها البحر وراها زي ما اكون انا شامم ريحته. يا راجل بطل شامم ريحه ايه؟ بطل حركتك دي. حمرا يا موظفين. ملهاش سقف يا باشا. اسكت. ملهاش سقف. انا هجيبها كده. اقفل الباب. اتفضل يا باشا. مالكوا في ايه؟ اوعوا. انا مش شايف العمال موجودين على الاقسام بتاعتهم ليه؟ ايه اللمه دي؟ كلهم متجمعين بره سعادتك يا باشا. هم متجمعين بره ليه يا لالا؟ بيتفرجوا على العربيه بتاعت سعادتك. اقسم لهم يا باشا؟ لا لا، خليهم يتفرجوا على العربيه. حاضر. خليهم يتبسطوا. لا، هم مش هيتبسطوا، هم يتحسروا على حالهم. لازم لازم يحسوا بالفرق الاجتماعي اللي بينه وبينهم عشان يعرفوا مين عاشور. بس العربيه تحفه يا باشا الصراحه. دي كابورنيه يا باشا. اي عربيه مفتوحه تركبها وشعرك يسبسب كده عند البريبريز تبقى اسمها كابورليه يا لالا. اه انا قلت كده يا باشا. بس بكام دي؟ رقم. دي ماركه جديده دي؟ لا، غيار الزيت بتاعها كويس. بتحترم نفسك بقى. ايه رقم وايه الكلام ده؟ دي احدث عربيه نزلت البلد. اتنين حجزتهم. بسم الله ما شاء الله. يعني دي تقطع لها 70-80 ألف جنيه دي يا باشا. ليه؟ أنا بشتري قلم حواجب ولا إيه؟ 70 ألف جنيه؟ دي باتنين مليون يا لالا. قسط. قسط عليها شيكات عند بتاع الكلمة. احترم نفسك يا لالا وشوف أنت واقف قدام مين بتتكلم. أنا حجزت الاتنين منهم. التانية 3.5 مليون. غريبة يا باشا. اتنين اخوات، واحدة باتنين مليون وواحدة بتلاتة ونص. بتفرق بين ولادك يا باشا انت. بفرق علشان دي مواصفات خاصة ليها، عفشة خاصة يا لالا. ليه يا باشا؟ سمسمة. عشان دي بتاعت سمسمة تستحملها. اه انا قلت كده برضه يا باشا. بس خسارة والله. خسارة في ايه؟ خسارة فيك. قصدي لا يا باشا، قصدي خسارة ان انا ما معيش عربية زي دي. بس مش عايزها بمواصفات خاصة في العفشة انا. انت اساسا اخرك توك توك يا لالا. ايه نفسي في عربيه زي ديت؟ انت نكره، انت ولا حاجه. لف كده يا لالا. اهو يا باشا. شوف شكلك نكره. عايزك تقولها 200 مره، تمشي في وسط الموظفين كده وتقول انا نكره، انا ولا حاجه. اتفضل. انا نكره، انا ولا حاجه. على صوتك. انا نكره، انا ولا حاجه. لف وقول. لف كده. ايوه. انا نكره، انا ولا حاجه. ايوه. انا نكره، انا ولا حاجه. لف كده. انا نكره، انا ولا حاجه. لف كده. انا نكره، انا ولا حاجه. لف كده. مش فاهم. انا مش حلوه ولا حاجه يعني؟ ده تلاقيه جايبها بس يصيف بيها عشان الهواء يدخله من كل حته. انا ولا حاجه، انا نكره، انا ولا حاجه. انا نكره، انا ولا حاجه. انا نكره. حسين انا ايه؟ انت ولا حاجه، انت نكره. اوعى تغلط. يا سلام. ايوه اوعى تقولها بوعك. انا اقولها بوع انت؟ لا، حتى لو ما قلتهاش محسوسه يا لالا. محسوسه ده. يلا يلا يا اخوانا، مش هنقضي اليوم كله فرجه على حته عربيه ما تسواش؟
ده حيلا عاشور دفع فيها 2 مليون جنيه. ايه؟ 2 مليون جنيه؟ دفع 2 مليون على اربع عجلات؟ دفع 2 مليون في شويه حديد ومن غير سقف؟ انت عارف يعني ايه 2 مليون جنيه؟ وغيره مش عارف يتجوز؟ ايوه صح. ومن سمعك يا حسين اخويا؟ فاكر لالا عاشور ده كان عامل ازاي قبل ما يتجوز سمسمه؟ ايوه كان مقيح. انا اكتر واحد عارف. انا كنت بشوي دوره وهو واقف جنبي بعربيه الحمص. تعرف يا لالا انت محتاج واحده زي سمسمه تتجوزها. فشل. انا سمسمه ليه؟ ابيع نفسي ليه؟ ده انت تبيع ابوك وامك. انت هتقول لي مالها سمسمه؟ عربيه نقلب مقطوره ترفعك لفوق. عندك واحده صاحبه سمسمه؟ ما كانش يتعز والله. ما كانش يتعز. طب يلا يلا يا اختي وهو يلا اخويا يلا كله على شغله يلا يلا بطل يلا يا اختي مدعومين يلا يلا يا ماما يلا يا اخويا يلا نوجة. ايه انت تنحت في العربية ليه كده؟ الله يخليك سيبني يا حسين. انا مش قادرة. العربية اتجنت. انا مش قادرة اشيل عينيا من عليها يا حسين. ايه ده؟ هي دي اللي اتجنن؟ ده في منها كتير قوي قوي قوي. طب ما تجيب لي واحدة. ان شاء الله. لعلمك ده مرمية على النت. تدخلي على النت تلاقي منها كتير ومرميه كده ولا حد بيدخل يقلب فيها. يلا يا اخويا التوهية يلا. يلا ما تبصيش لفوق يلا. انت محتاجه تغيري شويه سهير. بصي لينسز عسلي تبقى عليكي تحفه. وبعدين شادي بيحب العيون العسليه. مش برضه مصاحبين؟ طب قفلي بقى على الموضوع اللي سامية جاية. سامية ملهاش في الكلام ده خالص. صباح الخير. صباح النور يا سامية. ايه خلصتي المحاضرات؟ كله تمام بس انا عايزة اقعد مع فيفي بقى شوية. طيب ربع ساعة كده وتعالي لي على المكتب. نص ساعة يا سامية. هي ربع ساعة ما فيش غيرها 15 دقيقة 16 دقيقة لا انا ورايا مذاكرة. يلا ما تتأخريش. باي باي يا فيفي. باي باي يا سامية. يما الله يكون في عونك. تنزل تجيبه من قفاه زي الخروف وتيجي بسرعه. تحب اماضي الاقرار الضريبي في السنتر؟ لا هتقولي المصلحه وانا اطلع عليه الجديد والقديم كله. ما تقلقش يا فندم اعتبره راح مع اللي راحوا قبل. خلاص اوكي. سلام. اهلا وسهلا يا باشا. يا صباح الفل. نورت السنتر يا فندم. الله يبارك فيك. واضح ان عندكم حاجات جميله قوي. احلى حاجات في مصر سعادتك هتلاقيها هنا. السنتر كله تحت امر سعادتك. لوزع منعم كل الموظفين تحت امر سعادتك. اتفضل يا باشا. اتفضل. هي دي الزباين ولا بلاش؟ ابختك عاشور ابختك. احنا عندنا كل حاجه هنا في السنتر. تحب حضرتك انتريهات صالونات اوض نوم؟ يعني انا هلاقي كل اللي انا محتاجه هنا؟ طبعا. جميل جميل قوي. باين عليه زبون سقع قوي. طب روح انت خليك معاه. البنت لوزه مش هتعرف تبيع له حاجه. فرصتك تحسن صورتك قدام عاشور يا حسين. روح. طب عليك انت وعلى لوزه ماشي؟ ما تقلقش. اهلا يا فندم. اهلا. منور السنتر. خليك معايا انا هفرجك على السنتر كله. اتفضل اتفضل. لوزه تعالي عاوزاكي. روح انت واخلعي من المصلحه دي. ايه يا نجلاء انت هتاخدي الزبون كده مني عين عينك؟ يا بنت انت مش فاهمه اي حاجه. روحي وبعدين انا هظبطك. يلا ماشي. انا في الحقيقه عندي فندق في دهب ومحتاج افرش الفندق كله من عندكم. حضرتك اخترت المكان الصح يا فندم. احنا عندنا كل حاجه خصوصا حاجه الفنادق. جميل. حلوه قوي اوضه النوم دي. ايه ده؟ ايه ده؟ نسيت اطبقهم. عادي يا فندم. اوضه مستورده. اول مره تشوف اوضه مستورده؟ دي غيارات يا استاذ. ما هي جايه بغياراتها. ده مش بعيد لو حضرتك فتحت الدرفه الثانيه تلاقي فوط وبشاكير. نشوف. اصل الاوضه دي محجوزه يا فندم وصاحبها هيجي يستلمها النهارده. مش مهم مش مهم. اكيد في اوض تاني زيها كتير. يوه كتير قوي يا فندم. الله عليك. انا بقى احب اشوف كل حاجه.
لاني بحب اسجل كل حاجه بالتفصيل. واحنا خدامينك يا فندم، انا هوريك كل حاجه. اتفضل اتفضل. مستلزمات كتير ممكن تحتاجها في الفندق. النجف كمان جميل جدا. ده النجف كريستال. حضرتك يا فندم مش محتاجة أي تحف؟ طبعا، أنا هحتاج كل حاجة موجودة في الفندق. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. 51,000 جنيه؟ ده قشرة ذهب عيار 32. هو في عيار 32؟ معمول مخصوص للسنتر هنا. اتفضل اتفضل. أنا في الحقيقة محتاج شوية غسالات على بوتاجازات، على تكييفات، على شفاطات، وأكيد حضرتك هتحتاج تيفيز. إيه تيفيز دي؟ تيفيز يا فندم، جمع تيفي تبقى إيه؟ تيفيز. يا فندم عندنا كل حاجة ممكن حضرتك تتخيلها. وعندكم ملابس جاهزة كمان؟ من الإبرة للصاروخ. إحنا عندنا بلاوي زرع حضرتك لسه ما شفتش حاجة. الله عليك، تعرف إيه اللي بيعجبني فيك؟ إيه فندم؟ نباتك ما شاء الله عليك نبي. ده مول بقى وصاحبه غايب. صاحبه عاشور بيه من اغنى اغنياء مصر. تشوفوا حضرتك ما يبانش عليه، انما ايه الراجل ده معدي، ده فوق الخيال. علشان كده الحاجات عندكم غاليه قوي، بس عارف يخفي نفسه كويس. حضرتك بتقول حاجه؟ لا ابدا، انا احب طبعا اتعرف على عاشور بيه. هو موجود في مكتبه. ثانيه واحده، اروح اجيبه يستقبل حضرتك بنفسه. ونتعبه ليه؟ خليه واحنا نروح له بالمره اعاين مكتبه. لا يا فندم ما يصحش، الاصول اصول، انا هجيبه بنفسي. طب بسرعه يا حسين عشان ما نعطلش الباشا. لا حاضر حاضر، خلي بالك الراجل متريش ممكن يدفع تبس. تبس وتيفيز، ايه حكايتك النهارده يا حسين؟ لازم نهتم بيه. يلا يلا منورنا يا فندم منورنا. تعالى هنا، هو السرير ده مشاع اي حد يعدي من على السرير. معلش اصل انا لو لفيت هضطر ادخل معاكس، وانت عارف طريق المر القانون اسمه ايه؟ قانون المرور الجديد. يا سلام، وقانون المرور الجديد قالك تطلع من على السرير؟ مش مشكله، ما ذكرش اصلا السرير. يعني انت رايح فين اصلا؟ انت داخل عاشور بيه. ليه رايح له ليه؟ عندي موضوع شخصي. يا سلام، شخصي ايه؟ فيها يا خفيها. ها عريس. الذل اللي انا فيه ده. لقمة عيش جايالي دلوقتي، في واحد دلوقتي بلقى. ايه يا عم لقمة عيش؟ مش لقمة ودني يا عم. يا عم خلاص خش، انا ولا حاجة. انت نكرة، خش كده. عاشور بيه كده داخلين من غير احم ولا دستور؟ ايه وكالة من غير بواب؟ داخلين على محل حلاقة ولا ايه؟ مش تستاذن؟ استاذن مني سعادتك. ده مين؟ انا ولا حاجة. انت نكرة اصلا يا فندم. في بيعة سقع انا جايبها، بس يا ريت حضرتك ما تنسانيش في العمولة. ما تنساناش يا بيه، ما تنساناش، احنا الاتنين في العمولة. حرام عليك، بتنط لي ليه في السبوبة؟ البيعة دي ايه نظامها؟ حضرتك الراجل جاي يفرش الفندق بتاعه اللي افتهد بالكامل، مفروشات وعفش واجهزة كهربائية والكترونية. انا فرجت على كل فتفوتة في السنتر. هاي يا حسين، على فكرة لو البيعة دي تمت ليك مكافأة عندي عالية جدا. لينا لينا احنا الاثنين مكافأة عالية جدا يا بيه. يا اخي حرام عليك يا فندم، اللي حصل ده كله انا السبب فيه. لا يا فندم ما تصدقوش، احنا الاثنين السبب فيه يا فندم. يا رب ابقى افتكرها بقى. ويستحسن يا فندم ان حضرتك تقابل الزبون ده بنفسك، لانه زبون تقيل جدا وحضرتك تقيل برضه. يعني انت وزنت؟ انت وزنت وشفت التقل فيه؟ جبت ميزان يعني وقعدت؟ يلا يلا ما تبقاش ناقص يا فندم. انتوا الاثنين اتقل من بعض، بس اقسم لك حضرتك اتقل بكتير. انا يا فندم حكيت له عن تقلك بما فيه الكفايه. لا يا فندم، احنا الاثنين حكينا له عن تقلك. وقلت له ايه عني يا حسين؟ ما تقول له. قلت له ايه؟ بيقول لك يا حسين انا نكره. تعالى بقى تعالى فندم. قلت له ان حضرتك من اغنى اغنياء مصر، ان حضرتك بتستورد الاجهزه الكهربائيه من اليابان، والالكترونيه من المانيا، والخشب اللي عندنا كله برازيلي. قلت له ان حجم مبيعاتنا في افريقيا بس تخطى كل حدود الخيال. قلت له ان ارباح المول ده فاقت كل ارباح المولات اللي موجوده في مصر.
سكت كده وخد نفس وبصيل لفوق قال لي بس يا استاذ حسين اسعاركم غاليه شويه. قلت له ماله وماله لما تبقى اسعارنا غاليه؟ الغالي ثمنه فيه، البضاعه دي كلها مستورده، وبعدين ما تنساش ان الحاجات دي كلها هاند ميد، علشان كده احنا اغلى ناس في الجمهوريه. مظبوط، احنا الاثنين قلنا له كده. انا هعيط يا حسين، وعاوزوني اعمل ايه مع الراجل ده؟ انا هقول لسعادتك. شوف يا استاذ عاشور، انا منقول قوم يا نكره قوم. ليه مصر تعلى على الحاجب؟ شفتني انا قعدت؟ الراجل من الصبح بيقول لي اتفضل، ده انا اللي مش عايز. اوعى اوعى والله يا عاشور بيه، الولد ده عجيب فعلا، ما تصورش. قعدتش ليه؟ الكرسي طالع له دم، المنجد نسي يفتحه يعني. سلام. شوف عاشور بيه، انا وجهه نظري ان سعادتك تقابل الزبون ده لان انا فهمته انه هيقابل اغنى الاغنياء، هيقابل الاستاذ عاشور صاحب السنتر الراجل التقيل. يا فندم زي ما ظبطناك يا ريت تظبطنا. حبايبي انتوا ولاد السنتر. يا ولاد السنتر دي شتيمه؟ تقريبا زي ولاد الشركه، مش بيقولوا انت ابن الشركه مثلا؟ اكيد شتيمه. وبعدين ما تنسوش ان انتوا احب الاحباب عندي، وحضرتك اتقل التقلاء. اتفضلوا اتفضلوا حبايبي اتفضلوا. اتفضل اتفضل يا جامد، اتفضل يا تقيل، اتفضل اتفضل يا اتقل الاتقله. ايه يا غني؟ معلش يا فندم خايفين نتاخر على الزبون، قلنا ناخد الدائري. ما يجرش حاجه، اتفضل 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 يا اغنى الاغنياء، اتفضل يا استاذي الاساتيز. ايه ده؟ ده انتوا اسعاركم اغلى من شارع عبد العزيز. ايش جاب لي جاب يا فندم؟ انا شايف كمان ريسيفرات واطباق، كانت طايره مننا فين دي؟ طارت ولقيناها. ده غير البضاعه اللي متروسه في المخازن. ايه ده؟ انت عندكم مخازن جوه؟ يا فندم اللي حضرتك شايفه هنا ما يجيش 5% من اللي موجود في المخازن، ده غير اسكندريه ودمياط، وان شاء الله قريب في بني سويف. اكيد حضرتك هتشرفنا بالافتتاح. طبعا انا اقدر اسيبكم. اتفضل يا اغنى اغنياء مصر، اتفضل يا اللي فاضل لك تكه وتبقى من اغنى اغنياء العالم. ده كتير ده؟ والله ما كتير، احنا لازم ننفخك قدام الراجل، الراجل اصلا تقيل. اوكي انفخ صدرك. اتفضل يا باشا، اتفضل يا ملك، اتفضل يا محتكر السوق، اتفضل يا غني يا عبقري. اهلا وسهلا عاشور بيه. ايه ده؟ عاشور بيه بنفسه؟ صدقني يا سعادتك انا كان نفسي اقابلك من زمان، بنسمع عنك كتير. حضرتك تعرفني ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه عرفك ديت؟ ايه التواضع اللي انت فيه ده يا عاشور بيه؟ ومين ما يسمعش عنك يا فندم؟ وهل يخفى الضبع؟ يا عاشور بيه انت اسمك زي الطبل. بمناسبه الطبل يا باشا، اسمح لي انا بقى اطبل في الحته دي لعاشور بيه، واخطف رجل سعادتك لغايه اول شباك هنا. هتبص تلاقي قدامك عربيه كابوريه حمراء ثمنها 2 مليون 3 مليون ونص 5 مليون، والعلم سعادتك عنده منها 2. ما تقلقش سجلناها، والانسه ما شاء الله عليها نبيها جدا، قامت بالواجب. سجلت ايه حضرتك؟ العربيه والسنتر كله في السجلات سجلناها. حضرتك تقصد سجلات التاريخ؟ طبعا طبعا، عاشور بيه مش هيقل من كده. عاشور بيه فاضله تكايه ويبقى من اغنى اغنياء العالم. سيبه يا عاشور بيه، خليه يعبر عن شعوره. حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ يا عاشور بيه انت اسمك محفور من ذهب. طبعا طبعا، ذهب ايه؟ قول بلاتين. من ياقوت، من مرجان، من سوليتير بيلمع وبيبرق. الله الله، في سجلات الضرايب يا ضبع. بس انا دي نكحلها عملناها، ده انا كنت فاكرها مصلحه. تعالك راح فين؟ طلعت مصلحة الضرايب يا حسين. سمعت سمعت سمعت، مبسوط يا حسين؟ لا انا اتغدر بيا، انا اتخذت على اخواني يا جدعان. اتفضل معايا. حاضر حضرتك يقعد. لا انا اتصل بالمحامي بتاعي عشان يشوف لي الكارثه اللي توقعتوني فيها دي. حاضر يا باشا، حاضر حاضر يا باشا. الفندم انت فهمت غلط، ده هو فاضل له تكه ويبقى من افقر الفقراء. خلاص خلاص، تكه ايه؟ تقدر تقول فاضل لك تكه 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 لغايه ما هرستوني على الارض. لو سمحت يا باشا، حضرتك اسبقني وانا هحصلك بالعربيه بتاعتي اللي عليها تصدق.
مش عارف اصدق ده بقى. يا عيني يا عيني، والله ده غلبان غلبان والله، ده البضاعه اللي عنده كلها مستورده. ده مستعمله مستعمله. توديني بده يا حالي. طبعا انت عارف العنوان. طبعا يا باشا طبعا. وانت يا فندم ما اقصدش والله، ده انا كنت عايز انفخك. انفخني ايه؟ ده انا هفرقع، ده انا هفرقع. طب اوصل البلب اساسا هتنفخني منه معايا. طب صح، سلامته جاي ورايا على المصلحه. طب يلا يلا. اتفضل. ما شاء الله عليك، مدلع نفسك عربيه بخمسة مليون. اركب بعدين. فيها زراير كتير مثلا. ما تعبس في زراير العربيه. اعبس؟ ايوه يعني ما تنقش. انا بعبس في حاجه. لو سمحت يا ريت تكلمني كويس، علشان بس ايه زمايلي يعني بيحسدوني اني راكب العربيه معاك. خلاص خلاص. هو حضرتك واخدني معاك ليه؟ عشان افش غل فيك يا حسين. خف عليا شويه قدام الناس. قدام الناس ده انت هتشوف يوم يومين ما شفتهمش في تاريخ حياتك. اكتر من اللي شفته؟ ايوه. بعدين العربيه دي بتاعت مين؟ اكيد بتاع الزبون جوه. يا سلام. والعربيه النقل اللي قدامي دي في عربيه نقل تقف قدام سنتر؟ وانا مالي؟ هو انا اللي قلت لها تركن؟ ثم انهم بيبدوا على اول الشارع يعني عادي. طب شوف الواد السواق قول له يتحرك عجلتين قدام. يلا بسرعه. يلا. طب وطي دماغك عشان اخطي. تخطي ايه؟ زي حسين فهمي بتاع السيما كده. يا راجل في باب عندك هناك. يا فندم عاملني كويس قدام زمايلي. ما انت اللي بتخليني عاملك وحش قدام زمايلك. طب سيبني اعمل حركه منظره كده قدامهم بس. خد منظره السواق. خلاص يا فندم والله. يا ولد خلاص والله. انت يا عم انت ازاي تركن كده؟ السواق فيها مش موجود. يا ابني روح اتصرف اي صباح الجلع. حاضر حاضر. بسرعه. زراير كتير. ايه عبص في الزراير اللي عندك؟ انت مش بتعرف تسوق. طلعها عجلتين قدام. اعبص براحتي يعني؟ اعبص وخلصني. المهم نطلع بعربيتنا. حاضر حاضر.